ومفيش حد في البنزينة والخلاطين كلها مقطعة. شكلنا هنبيت في العربية الليلة. هو البنزين الفاضل ماشيين قد ايه؟ ما كملش 10 كيلو. أقرب محطة بنزين على بعد 25 كيلو. المحطة دي شكلها مقبض. تعال نركب في أي حتة ونبيت الليلة. وأنت ضامن يعني أي حتة تانية؟ ما الشوارع كلها زي ما أنت شايف كده. يعني هنا من أي حتة تانية. ياسين وقت تفتح. شكله مش مصاب. أنا مش مصاب، ما تخافوش. أنا هربت معجزة أنا ومراتي وبنتي من البيت قبل ما الناس دي ما يهجموا علينا. أنا بقيت 3 ساعات بلف في الشارع ومش عارف أروح فين. وكل ما نقف في أي حتة حد من المصابين دول بيطلعوا علينا. أنا عربية شطبت ومش بتدوره. ومحتاج بنزين أرجوكم لو ينفع تساعدوني. نساعدك إيه يا عم أنت؟ كنا ساعدنا نفسنا. أنا لازم أرجع لمراتي وبنتي عشان سايبهم لوحدهم في العربية. على فكرة هما موجودين هنا. وهما اللي عملوا ده في البنزينة والعمال كلهم هربوا. لو سمحت أنا هرجع لمراتي وبنتي، لو قدرتوا تساعدوني بأي حاجة هكون ممتن ليكوا جدا. هنعمل إيه؟ لازم نعمل محاولة. تعالى نخش جوه جايز نلاقي جيركن بنزين ولا حاجة. استنى امسك ده. خلي قوة سنان أمن العربية بس ما تتسرق. بنزين. انتوا مين؟ عايزين ايه؟ نزل السلاح. استنى بس اهدى. نزل السلاح. اهدى. احنا مش عايزين اي حاجه، احنا عايزين البنزين بس. وديك اللي انت عايزه. هعمل بيهم ايه دول اذا كنت مش قادر اخرج من هنا؟ طب بس انا عارف اللي هو عايزه. طلبك عندي. هطلع اجيبه لك بسرعه وارجع. ماشي؟ اطلع انت وسيبه هنا. ماشي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.